السلام عليكم. اسأل سائل، معقولة بعد كم الترشيحات المعمولة في القناة إلى الآن ما عملت أي فيديو عن أي ترشيح لأي فيلم كوميدي؟ الرد حيكون كالتالي: أنا راجل لعين يا أخي، تملك مالي. مع تسارع الأحداث في السنة الغريبة والعجيبة دي، فعلا النفسية محتاجة لأفلام كوميديا من النوع اللذيذ. يعني بالعربي كده نحن ما حنقدم كوميديا بلا هدف، زي أستاذ طلعت زكريا الله يرحمه. قدمت ضحك ان انت طول ما بلا هدف، يعني ضحك بلا هدف. طبعا بنهزر. استاذ طلعت زكريا واحد من افضل الممثلين الكوميديين المصريين. خلونا اليوم مع الكوميديا الأجنبية. معكم محمد طارق وبرنامج بلوري، واليوم حنشوف 5 افلام كوميدية لازم تشوفوها. قبل ما نبدأ، لو انت جديد اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اول ما تنزل، ولو الفيديو عجبكم واكيد حيعجبكم دوسوا لايك، وما تنسوا تتابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر تحديدا، دائما التواصل هناك بيكون اسرع. نبدأ على بركة الله. رقم 1، سيلفر لاينز بلاي بوك. نبدأ القائمة، فيلم خفيف ولطيف، ولو انت بتحب الدراما الفيلم ده ماشي معاك، لو بتحب الرومانسية برضو ماشي معاك، ولو بتحب الشخصيات السايكوباتية طبعا الفيلم ده برضو حيكون ماشي معاك. الأهم، لو بتحب الكوميديا الفيلم ده حيضحكك بصورة ما طبيعية. الفيلم من بطولة الرائع برادلي كوبر، والممثل الأعلى أجرا في سنة 2015 و2016 جينيفر لورنس، وأخيرا الأفضل عبر التاريخ روبرت دينيرو. الكوميديا الموجودة في الحوارات جبارة جدا، الحوارات أسطورية، خصوصا الحوارات اللي بتكون فيها مجموعة من الناس موجودين في مكان واحد، تحديدا لما يكون موجود روبرت دينيرو. روبرت دينيرو كلمة أسطورة في الانفعالات والرياكشنات شوية عليه، لازم يكون في لقب تاني يطلق عليه ويصنع خصيصا لبوبي دينيرو. أحداث الفيلم بتدور حول باتريك، واللي قام بالدور برادلي كوبر، مصاب بنوع من الاضطرابات النفسية، كان في مستشفى وخرج ليبحث عن زوجته التي تركته قبل دخوله للمصحة، وأثناء بحثه يصادف الأرملة حديثا تيفاني، والقامت بدور جينيفر لورنس. قررت تيفاني مساعدة باتريك لإيجاد زوجته بشرط مساعدته في مسابقة الرقص التي سوف تشارك فيها، وهنا تبدأ الرحلة. الفيلم ممتع جدا، وأيوة لازم تشوفه. رقم 2، مونستر اي ان سي، شركة الوحوش المحدودة. دائما اسلوب الانيميشن حق بيكس ار مختلف ومميز عن كل اساليب الانيميشن الموجودة في كل افلام الانيميشن. النوع ده من الافلام لما يكون مميز والكوميديا فيه جبارة لازم نخده في قائمة ترشيحاتنا. شركة الوحوش المحدودة، الفيلم الثوري في عالم صناعة الانيميشن تحديدا من بيكس ار، انتاج سنة 2002. صح في افلام من قبله من بيكس ار بنفس الاسلوب، الاتقان اللي كان موجود في الفيلم ده تحديدا من النوع ده من الرسوم كان جبار جدا، اكثر من افلام زي توي ستوري جزئين الاول والثاني. معلش، نحن مدحنا الانيميشن كثير بس ما اتكلمنا عن الكوميديا. طفلة بو كانت سبب في اخراج كمية من الضحك غير طبيعية في الفيلم، ناهيك عن شخصية جيمس، واكيد طبعا الاسطورة مايكل ويزيسكي اساس الكوميديا في الفيلم، سواء كان في النسخة الانجليزية او النسخة المدبلجة، واللي قام بالدبلجة الجميل محمد هنيدي. وبالنسبة لناس كثيرة، محمد هنيدي قدم أداء أسطوري وخرافي يتفوق فيه على المؤدي الأساسي لشخصية ويزيسكي بيلي كريستال. رقم 3، How the Grinch Stole Christmas. يتخيل قائمة أفلام كوميدية بدون جيم كيري، ملك الكوميديا الحركية الأول. وفي فيلم How the Grinch Stole Christmas، جيم كيري كالعادة قدم أداء كوميدي حركي أسطوري من الطراز الرفيع. صح الفيلم قصته سطحية وبعيد عن التعقيدات، بس ده فيلم كوميدي لجيم كيري، يعني أنت داخل عشان تضحك ما داخل عشان تفتش عن حبكة وتويستات مجنونة، وصدقني الفيلم حتلاقي فيه الضحك اللي أنت بتبحث عنه. The Grinch. Jim Carrey is the Grinch.
رقم 4 أنتي مان. مارفل مشهورة برمي الكوميديا وسط الأحداث الجادة، أنت مان 2015 رامين الأحداث الجادة وسط الكوميديا، يعني عندنا كوميديا وفي نصها شوية أحداث جادة. من أكثر أفلام الكوميدية الجميلة والممتعة في عالم مارفل السينمائي، وخصوصا زي ما ذكرت الجزء الأول اللي كان من إنتاج سنة 2015. أنت مان جميل جدا والكوميديا خرافية، وصدقني حتضحك، يعني حتضحك. رقم 5 بيردمان. لو حبيت اسلوب السينجل شوت في فيلم 1917، بيردمان تقريبا من اكثر الافلام اللي اتقنت الاسلوب ده. خلي القصة على جنب، الفيلم من بطولة ايما ستون، مايكل كيتن AKA باتمان، وإدوارد نورتن. بيردمان من اسم الفيلم تحس انه فيلم حق سوبر هيرو، بالعكس تماما، وبعيد عن افلام السوبر هيرو، بيردمان بيحكي قصة ممثل منسي اشتهر باداء شخصية بطل خارق يدعى بيردمان او الرجل الطائر في سلسلة افلام شهيرة صدرت منذ عقود. شخصية الرجل الطائر تلاحق ريغان عقليا بانتقاده لأي تصرف يقوم به. ياخي صعب أشرح القصة حقت الفيلم، لما انت تشوف الفيلم أكيد حتستمتع بكل لحظة، خصوصا زي ما ذكرت في الأول إنه الفيلم يعتبر وان شوت. الفيلم أسطوري من الناحية حقت الكوميديا السوداء، يعني لو أنت من عشاق الكوميديا السوداء أكيد حتستمتع. موجود على نتفليكس وما ينفع للمشاهدة العائلية، جريء جدا في الطرح لأبعد درجة ممكن تتخيلوها. بس كده، ده كل اللي كان عندنا اليوم في قائمة ترشيحاتنا من برنامج بلوري. لو انت جديد في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات، ولو عندكم اصحاب مهتمين بالنوع ده من الافلام شاركوا معهم الحلقة دي، ولو الفيديو عجبكم اكيد طبعا دوسوا لايك. كان معكم محمد طارق وبرنامج بلوري، والسلام عليكم ورحمة الله. زوكين ديد واحد من افضل المسلسلات المرت على تاريخ التلفزيون، وبطبيعة الحال واحد من المسلسلات المفضلة، بس مع الاسف وقع في فخ التمطيط والحلب بدون هدف. الله على الغافية. يعني باختصار، قصة المسلسل والعالم لو فعلا استغلوا صح ممكن المسلسل يوصل لـ30 موسم واكتر، وكل الكم الهائل من المواسم ده هيكون ممتع وجميل من حيث القصة والحبكة. في فيديو اليوم من اوبن مايك، البرنامج اللي بيكون فيه والكلام مسترسل بدون ترتيب اقرب لانه بودكاست عكس فيديوهات الترشيحات، حنتكلم عن كل ما يتعلق بعالم زوكين ديت من صعود وهبوط للمسلسلات المشتقة والافلام ونقاط تانية كتير. فمعكم محمد طارق، وخلونا نبدأ الكلام عن زوكين ديت. معلومة مهمة قبل ما نبدأ، أكدت شبكة AMC إنه الموسم 11 حيكون الأخير للمسلسل، حيتكون من 24 حلقة وحيعرض سنة 2022. دقيقة، قلت لي شنو؟ حيكون في مسلسل مشتق تاني من حيكون في مسلسل مشتق لشخصية ديرل وكارول، حيعرض سنة 2023. Oh shit, here we go again. نبدأ على بركة الله.